بسم الله الرحمن الرحيم. حابب أتأكد برضو إن الصوت واصلكم تمام دلوقتي والبرزنتيشن باينة علشان نبدأ بعد ما بدأنا التسجيل، لأن أنا عندي جهاز تاني بستمع إليه للمحاضرة، يعني مش مبين الصوت، مش عارف أتأكد إن الصوت وصل يعني. لا، الصوت تمام يا دكتور. طيب تمام أوي. النهارده بقى بإذن الله هناخد موضوع جديد، هندخل موضوع جديد. هو الحقيقة كان المفترض نكمل الإيسي ترانزيانت، ولكن يعني فضلت إن أنا أجلها شوية على حسب ترتيب المحاضرات المتبقية لغاية امتحانات الشفوي ولغاية امتحانات الفاينل. وبالإضافة كمان لأن الموضوع ده محتاج وقت طويل شوية، ففضلت ان احنا ناخد حاجه النهارده، حاجه ما لهاش سيكشن اولا عشان برضو السيكشن يبقى ماشي معانا بشكل جيد. اضف لكده انه يعني المحاضرات رمضان بطبيعتها قصيره، فيبقى حاجه معينه كده ناخدها. هو طبعا مش هيبقى كل الموضوع نخلصه المره دي، هنكمله بعد الاجازه ان شاء الله، ولكن هيبقى ايه، حاجه خلصت على بعضها غير موضوع الاي سي ترانزيانت محتاج محاضره كامله على بعضها. يعني ده تقييمي للموقف حاليا يعني. فالنهارده باذن الله هنبدا في موضوع جديد اللي هو ازاي نتعامل مع الدوائر الكهربيه لما يكون السبلاي نون ساينسويدال. احنا تعاملنا قبل كده مع السبلاي لما يبقى دي سي، ومع السبلاي لما يبقى اي سي ساينسويدال. كنا في الترم الاول، احنا كلامنا النهارده مش ترانزيانت، كلامنا النهارده في الامور العاديه للسيدي ستيت اللي هو احنا اتعاملنا معاه في الترم الاول. فاحنا عرفنا في الترم الاول ازاي نحل المسائل لما تبقى دي سي سبلاي، وعرفنا ازاي نحلها لما تبقى اي سي سبلاي ساينوسويدال وستيدي ستيت. الترم الثاني اللي خدناه ده ترانزيانت، سواء نشر او ستيب او دي سي او اي سي لما ناخده ان شاء الله. فالنهارده هنشوف طبعا موضوع التعامل مع النون ساينسويدال سبلاي عشان توصل له فيه لنفس المعلومات اللي انتوا عارفينها في الدي سي والاي سي، ممكن تبقى موضوع صعب شويه ان هو يخلص في مقرر واحد او ضمن موضوع من المقرر يعني. فبناخد فكره عنه ونعرف منه الملامح الاساسيه اللي احنا هنستعملها. الحقيقه ملاحظ ديلي جامد ما بين الظاهر قدامكم و واللي انا مشغله. طيب هتكلم مقدمه كده لغايه ما الصوره يبان قدامكم كلمه periodic function. يعني انتوا لسه دلوقتي واضح قدامكم الصوره اللي هي السلايد الاولى في الموضوع، حتى يمكن افكر اخرج الشيرنج وبعد كده ايه ادخله تاني. ساعات دي بتنفع. اهي اتحركت، ربنا يسهل وتمشي. انا دلوقتي الايه الصفحه بتاعه التحذير اللي موجوده عندنا دي. المفروض ان انا نقلت على صفحه تانية بعدها منتظر انها اسمها بريودك فانكشن. هنفضل برضو ان انا ايه هستوبش، هعمل ستوبنج للشيرنج وادخله تاني. عشان يعني يمكن ساعات بتنجح الفكرة. هو شاطر، أول ما نعمل ستوبنج يعمل ستوبنج فعلا. تمام. بداية كلامنا النهارده عن إيه الظروف اللي ممكن إحنا نضطر فيها إن إحنا نتعامل مع النان ساينسويدال سبلاي. النان ساينسويدال سبلاي اللي بنعنيه إن هو سبلاي برضه بريودك، يعني بيتغير بشكل دوري زي الساين ويف، ولكنها مش ساين ويف. يحتمل ان التغير ده يبقى تغير في المقدار، ويحتمل ان التغير ده يبقى تغير في المقدار والاتجاه. طبعا طالما حصل تغير في الاتجاه فيعتبر في تغير في المقدار، لكن ممكن يبقى حصل تغير في المقدار دون ان يحدث تغير في الاتجاه. على سبيل المثال عندنا موجة دي سي ما سمحنالهاش انها تسلط على الدايره طول الوقت، ولكننا سمحنا لها تشتغل شويه وتبطل شويه، تشتغل شويه وتبطل شويه. زي الموجه اللي قدامنا دي، الموجه اللي قدامنا ديت مصدر كهرباء دي سي في الاصل، هو دي سي عادي في الاصل،
ولكننا لم نترك الدي سي مسلط على الدائره طول الوقت، سبناها شغاله بعض الوقت وبطلناها البعض الوقت التاني، شغاله لمده والبيريود بتتكرر وبعد كده تتكرر تاني. الكلام ده بيتكرر كل تي، زي البيريود اللي في الساين ويف بالظبط، بتتكرر كل تي اللي هي مقلوبها هيبقى الفريكوانسي، ولكنها مش بشكل جيبي، موجوده لزمن مقداره كي مضروبه في تي، ثم مفصوله في زمن في باقي الفتره بتاعت تي. من الواضح ان كي دي تبقى اقل من الواحد، الكي اقل من الواحد، يعني افترض التي دي 10 مللي ثانيه، عاملين اون لزمن مقداره 8 مللي ثانيه واوف لمسافه لزمن مقداره 2 مللي ثانيه. النوع ده من السبلاي بنحتاجه جدا جدا في تطبيقات الباور الكترونكس اللي هو بيسموها دي سي تشوبر. في الحاله دي بقى عندنا احتمالات متعدده، ان الكي دي تبقى صغيره زي الرسمه اللي ظهرت قدامنا ديت، كي هنا ب 2 من 10 وباقي ال 2 من 10 اوف، هي موجوده 2 من 10 ومش موجوده باقي المده. ممكن تبقى العكس يحصل، تبقى موجوده مده اطول 8 من 10 ومش موجوده لمده 2 من 10 وتتكرر، يعني احنا انا راسمين بيريود واحده وجزء من البيريود اللي تليها، او وبالارقام مثلا زي الرسمه اللي قدامنا ديت، دي بالارقام موجوده 10 مللي ثانيه ومش موجوده 20 مللي ثانيه ومش موجوده 10 مللي ثانيه، فالمده الاجماليه 20 مللي ثانيه. يعني الرسمه اللي قدامنا ديت المحور الراسي الجهد 100 فولت والمحور الافقي الزمن ومتكرر، هنا الكيب نص. في حاله زي اللي قدامنا ديت من الواضح ان الكيب نص. مش بس كده، ده ممكن ما تبقاش هي بتتأرجح ما بين القيمة والصفر، لا ممكن تتأرجح ما بين قيمتين زي ما هيظهر دلوقتي قدامنا. ايوه تتأرجح ما بين قيمتين، عندنا هنا بتتأرجح ما بين 150، يعني فترة زمنية هي 100 وفترة زمنية أخرى 50، الفترتين ممكن يكونوا مختلفين زي الرسومات الأولى وممكن يكونوا قد بعض زي الرسمة اللي ظهرت قدامنا دي. دي بيريودك فانكشن بنحتاجها في بعض تطبيقات الدي سي. احيانا بنعمل من بيريودك فانكشن برضه اللي احنا بنشوفها، يبقى عندك دي سي وتعمل فيه زي اللي عملت اللي فات، بس في الجزء الاوف بدل ما يبقى اوف تقلب الدي سي. يعني الدي سي اللي يطلع عندنا دي سي مقداره 100 فولت مثلا على سبيل المثال، نخليه مسلط على الحمل لزمن معين ال 100 فولت، ونعكس ال 100 فولت دول بدل ما يبقوا بوزيتيف 100 فولت يبقوا نيجاتيف 100 فولت، الزائد ناقص والناقص زاد زائد لفتره زمنيه اخرى. في المعتاد الفترتين بيبقوا متساويتين زي الرسمه اللي قدامنا دي، ده الاغلب الاعم، لكن ده لا يمنع ان الفترتين برضو يبقوا مختلفتين. لو الفترتين مختلفتين يبقى مقدار منهم بيبقى موجود لفتره اطول من الثانيه، وممكن الـ نفس الترتيب بالظبط، وده برضه هينطبق على كل الموجات سواء اللي فاتت او اللي جايه، يكون زي الرسمه اللي قدامنا ديت المحور الافقي مصاغ بدلاله الاوميجا تي بدلا من دلاله التي، بدل بالزمن 10 مللي ثانيه و10 مللي ثانيه او 20 و20 او 50 و50 حسب الظروف، لا احنا نصيغها هي نفسها، ولكن نصيغها بدلاله الزاوية اللي هي الأوميجا تي. الأوميجا تي ده أسلوب ذكي جدا علشان تبقى الموجة عندنا نورماليزد، موجة تنفع لأي تردد، مش هنشغل بالنا بالتردد. اعتبر إن البيريود الكام تي تناظر 2 باي، تناظر 2 باي ونصفها يناظر الباي، والمحور بدل ما يبقى بالزمن يبقى بأوميجا تي مضروبة في الأوميجا اللي هي 2 باي على تي، هي اصلا اوميجا 2 باي اف الفريكوانسي، ولكن الاف مقلوب بالتي فتبقى اوميجا 2 باي تي، اللي هي نفسها تي بتساوي 2 باي على اوميجا. دي الريليشن اللي بين الرسمه اللي فوق والرسمه اللي تحت، وفي كلا الحالتين الفريكوانسي بيساوي 1 على تي اللي هو 1 على الزمن الدوري اللي عندنا. الثلاث علاقات دول ممكن ينطبقوا على اي موجه دوريه، اي موجه دوريه من اللي اتكلمنا عنهم او اللي هنتكلم عنهم ينطبق عليها، ونقدر نصيغ الموجة الدورية بالشكل ده كرسم دلوقتي في المرحلة الحالية.
من ضمن الموجات الدورية أيضا الشهيرة واللي بنستعملها وكافة التخصصات بتحتاجها التريانجل ويفز. التريانجل ويفز الموجات المثلثة دي منها أشكال وألوان، منها على سبيل المثال الموجة التريانجل الصريحة زي اللي قدامنا دي، بتزيد بشكل لينير لغاية ما توصل لمستوى في ام، وبعدين تنزل بشكل لينير أيضا لغاية ما توصل للصفر، وتستمر لغاية ما توصل لماينس في ام، وترجع تاني تزيد وتتكرر. ده أحد الموجات التريانجل المشهورة. ممكن الصفر بتاعها تكون الموجة ما تنزلش للسالب، ممكن تبقى تريانجل بتبقى بتطلع للفي ام وتنزل للصفر وترجع تاني للفي ام وتنزل، تبقى حاجة زي الموجة ريكتفايد كده، زي ما كانت ما لو كانت موجة موحدة. برضو ده نوع من التريانجل. التريانجل اللي قدامنا دي متماثلة فوق زي تحت، وممكن لو خلينا الموجة كلها موجبة هتبقى شكل شبيه ولكن مع اختلاف الصياغة الرياضية والنتيجة. طبعا أيضا من الموجات الشهيرة في الـ عندنا جدا في الدوائر موجة تريانجل، ولكنها تريانجل بزاوية قائمة بيسموها السوتوث أو السن المنشار. دي موجودة بشكل كبير. موجة السوتوث دي بنحتاجها في الكنترول سيستم بشكل كبير. ايضا التريانجل اللي فوق وكل موجات التريانجلز باشكالها المختلفه بيحتاجها في الاوتوماتيك كنترول بشكل كبير. فعشان كده الكلام ده ممكن هيفيدكم جميعا في تخصصاتكم المختلفه. الثلاث تخصصات عندنا بيحتاجوا للموجات المختلفه اللي عندنا، وخاصه الموجه التريانجل دي بيكون لها دور كبير جدا في مختلف التخصصات، يعني يمكن يقترب من الحاجه الى الموجات الجاذبيه في بعض الاحيان. من ضمن بقى الموجات برضو الدورية البريودك المعروفة واللي يعني غالبا في اتجاه الباور شوية أو ما يحتاجون الأقسام الأخرى من الباور، اللي هي الريكتيفيكيشن، عملية التوحيد. وعملية التوحيد دي انتوا خدتوها في مقررات مختلفة. فبيطلع عندنا هاف ويف ريكتيفاير بيطلع لنا الموجه اللي قدامنا دي، داخل له موجه اي سي عاديه جدا ساين ويف، ولكن في دايد او سيمي كوندكتور ديفايس بيشيل الجزء السالب، فتطلع الموجه اللي عندي كلها موجبه ولكنها متغيره وما فيهاش الجزء السالب. دي بنسميها الهاف ويف ريكتفاير. وفي الفول ويف ريكتفاير اللي هي بدل ما يبقى دايد واحد بيبقى بريدج ريكتفاير، يقدر يطلع لنا الموجه الداخله ريكتيفايد في كل الاحوال. طبعا لها طبعا كونفيجريشن انتوا عارفينه بيخلي الموجه تطلع بالشكل ده، وعشان كده بنحتاج لاكثر من دايد، لان واحد منهم مهمته يمنع الجزء السالب، واحد مهمته مع الاول يجعل الجزء السالب موجبا، فتبقى الموجه اللي عندنا بالشكل اللي قدامنا ده لو كانت مصاغه بدلاله الزمن نفسها هي زي بالتعريفات اللي احنا قلناها قبل كده، ممكن نصغها بدلاله الاوميجا تي عشان تبقى نورمالايزد وتنفع لاي تردد، وما اشغلش بالي بالتردد، بتعامل مع 2 باي بدلا من التعامل مع التي، ويبقى النتيجه اللي عندي هتطلع تنفع لاي تردد. نفس الكلام بالنسبه للموجه الهاف ويف، برضه ممكن انها تصاغ بشكل بالاوميجا تي. وفي كل الأحوال عندنا التعريفات الثلاثة اللي ذكرناها من شوية مطبقة، اللي هي الأوميجا ب2 باي على تي البيريود الزمن الدوري، أو التي بتساوي 2 باي على أوميجا، والفريكوانسي بيساوي 1 على تي. كل ده احنا بندي أمثلة لموجات دورية بنحتاجها في الدوائر الكهربائية. كل دي موجات دورية بنحتاجها في الدوائر الكهربائية. في ايضا موجه بقى يعني دي يعني مهمه قوي، اللي هي زي الريكتفاير اللي قدامنا ده بالظبط، زي اللي انتم شايفينها دلوقتي، بيسموها كنترول ريكتفاير. ما بنسيبش الموجه تعدي كامله، يعني الموجه اللي هي الساين الهاف ويف ريكتفاير اللي قدامكم لسه، او يعني اللي خلاص مشيت دي ان كنترول ريكتفاير. الدايود شغال يفوت الموجب وما يفوتش السالب، او يقلبه ويخليه كله موجب. لا، احيانا بنحتاج ان احنا ما ناخدش نص الموجه كاملا، او ما ناخدش الموجه كامله زي الايه اللي بتتضح قدامكم دي، سواء الهاف ويف او الفول ويف. سواء الهاف ويف او الفول ويف، نفس الموجه اللي فاتت
بس قطعنا منها جزء زي ما احنا شايفين كده فتره زمنيه لفتره زمنيه تناظر الزاويه الفا كانت اوف، وبعدين سمحنا ان هو يعدي. وبعدين في حاله الهاف ويف في الفتره الزمنيه اللي كانت سالبه خلاص مش هيعدي، وبعد كده نرجع نكرر العمليه في البيريود الثانيه اللي هي بعد 2 باي. او لو هي فول ويف كل نص موجه بناخد منه جزء ونشيل منه جزء اللي هو مقداره زاويه مقدارها الفا. يبقى في النص الاولاني شلنا الفا ما سمحناش انها تعدي وسمحنا لغايه باي، وبعدين باي زائد الفا منعنا انه يعدي، وبعدين سمحنا انه يوصل ل 2 باي. والفا دي على حسب ما غيرها سواء في اللي فوق او في اللي تحت هقدر احصل على خارج له طبيعه مختلفه. مع كل الفا هيطلع لنا خارج شكل. ممكن نحصل بقى على الافريج والار ام اس لكل واحده منهم بمعلومات الافريج والار ام اس اللي احنا عارفينها في الاي سي العادي، بس مش هنعمل الانتجريشن من اول صفر، بنعمله من اول الفا. فتطلع النتيجه فانكشن من الفا. يبقى ده نوع من الكنترول ده اوتبوت. يبقى الاوتبوت بدل ما يطلع كل الموجه كامله، لا بناخد جزء من الموجه عندنا علشان نتعامل معاه. دي بيخلي لنا الاوتبوت يبقى كنترول، ممكن يبقى كبير لو الفا صغيره، كبير يعني الار ام اس بتاعته كبيره، او صغير لما الالفا تكبر لغايه ما نوصل للالفا بتساوي باي، يبقى ما فيش حاجه خالص في الخارج. فالكنترول بيهيفير بتاع الكونفرترز اللي بتعمل العمليه ديت السبب فيها امكانيه التحكم في الدايودز اللي بتعدي وما تعديش. في الحاله دي ما بيبقاش دايود بقى، بيبقى ترانزستور اللي هو في اسلوب تحكم. ما فيش ان الانود يبقى بوزيتيف للكاثود، ولكن لازم يبقى فيه حاجه تسمح لان هو يعدي او ما يعديش، اللي هو البيس او الجيت او ايا كان التيرمينال اللي بتعمل تحكم. لان انواع متعدده فاميلي كبيره من الترانزستورز في الموضوع ده بتتيح لنا الحصول على كنترولد اوت بوت. طبعا ده يسمح لنا ان احنا نعمل تغيير في الاضاءه بطريقه سموث، نعمل تغيير في سرعه المحركات برضو بطريقه زي ما احنا عايزين، يعمل تغيير في الحراره بتاعت افران او بتاعت سخانات بطريقه افيشنت جدا جدا بالاسلوب ده. نفس اللي قدامنا ده ممكن يبقى في الاي سي، يعني عندك موجه اي سي ساين ويف انا مش راسمها هنا او مش جايب لها رسمه. البوزيتيف والنيجاتيف موجودين عندك، واحيانا وفترات زمنيه تسمح لا تسمح بمرور الجهد، وفترات زمنيه تسمح بمرور الجهد، فتتحكم في الموجه الموجبه وتتحكم في الجزء السالب، في الجزء الموجب والجزء السالب برضه باسلوب تحكم. ده فتح لنا افاق جديده كبيره جدا في التحكم في الانظمه الكهربيه بوجه عام. دي كلها مجرد امثله للبريود فانكشنز، منها كثير جدا. دي مجرد امثله شائعه اللي ممكن هتقابلوها، وغيرها كثير في التطبيقات العمليه ان شاء الله لما بتدرسوا الكلام ده. كل هذه الدوال دوريه بمعنى انها بتتكرر. نخش بقى في ايه؟ في التحليلات. بمعنى انها بتتكرر بشكل منتظم كل فتره زمنيه معروفه. التمثيل الرياضي لها تمثيل سهل جدا، ان الفانكشن اوف تي عند لحظه زمنيه معينه هي نفسها الفانكشن اوف تي زائد او ناقص ان تي اللي هي البيريود. يعني كل ما تزود عدد صحيح من البيريودز تحصل على نفس القيمه. يعني عند زمن معين مقداره 5، لو انا زودت عليه البيريود، نفترض البيريود عندنا 20، يبقى الفانكشن عند الخمسة زي الفانكشن عند ال 25، زي عند ال 45، زي عند ال 65. كل ما زود 20 اللي هي البيريود تي، لو البيريود عندنا تي مقدارها 20 على سبيل المثال، يبقى عند اي لحظه زمنيه هيبقى لها قيمه. نفسها بتتكرر اذا اضفنا الى الزمن البيريود. يبقى عندي زمن مقداره 5 مللي ثانيه قيمتها زي عند زمن مقداره 25، زي 45، 65 وهكذا. وبالعكس برضه لو احنا رجعنا بالزمن لورا، طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان عمليه الزمن بصفر ديت عمليه افتراضيه على حسب طبيعه المشكله كما لو كانت
احنا بنحسب بنشغل ستوب واتش معنى الزمن السالب اللي هو ما قبل تشغيل الستوب واتش بتاعنا او ما قبل اللحظه الزمنيه اللي التايم فيها بيساوي صفر. مش معناها زمن سالب بالمعنى الفيزيائي ان في عندنا زمن سالب يعني العقارب الساعه تعود للوراء، لا، ده احنا قلنا اللحظه الزمنيه دي هي الصفر، يبقى ما قبلها هو ده السالب. فنفس المنطق عندنا هنا، واللحظه الزمنيه بتاعت الصفر دي في معظم الاحيان بيكون لك حريه اختيارها، ولكن اذا لم يكن لك حريه اختيارها فايه فتمشي وتقدر تتعامل معها. الفورم اللي فوق يفسر بالفورم اللي تحت، هو نفسه الفورم اللي تحت. الفانكشن عند زمن مقداره تي او هو عند تي او زائد البيريود تي او ناقص البيريود تي او مضاعفاتها وهكذا. والان بقى تبقى عدد صحيح، الان عدد صحيح، طبعا كلامنا هنا بنقصد حاله الان اللي هي عدد صحيح 1 2 3 4 وهكذا. طيب هيتعاملوا ازاي مع الموجات اللي بالشكل ده؟ احنا نعرف الساين ويف ونعرف الاوميجا تي والفيزور دياجرام والكلام ده كله، وعرفناه كويس جدا في دراستنا للاي سي. طب لما يبقى عندنا موجه مش جاذبيه، هل هنتعامل برضه بالفيزور دياجرام والجي اوميجا تي والحاجات ديت؟ للاسف لا، مش هينفع. لان لو رجعتوا لاصل الفيزور دياجرام معتمد على ان الموجه جاذبيه. ما يعرفش ان الموجه ممكن ما تبقاش جاذبيه. استنباط فكره الفيزور نفسها جايه من موجه جاذبيه مثلناها ما يناظرها بخط بيلف حوالين نفسه في اتجاه موجه او اتجاه سالب وهكذا. فاصل فكره الفيزور مبنيه على الموجات الجاذبيه ومبنيه على انه في حاله ستيدي ستيت. طيب لما الموجه تبقى مش جاذبيه نتعامل ازاي؟ جه بقى فورير، ده العالم الفرنسي المشهور وكان له النظريه بتاعته العبقريه جدا وعاملها من مئات السنين، ما كانش يعرف انها تبقى بهذه الدرجه من الاهميه، لدرجه انها داخله في حياتنا بشكل يعني لا نتخيله. وطلع نظريه رياضيه، في بدايتها كانت رياضيه بحته، رياضه بحته بيور ماثيماتكس، وطلع فكره كانت ذكيه جدا. قال فيها ايه، ملخصها ايه، ان اي موجه دوريه، هو بدا بالموجه الدوريه، هم بعد كده اتعممت فيما بعد لموجات حتى غير دوريه، بس ده مش موضوعنا. قال لك اي موجه دوريه يمكن امثلها بعدد لا نهائي من الموجات الدوريه مختلفه التردد. طبعا فورير سيريز انتوا درستوها في الرياضه او بتدرسوها في الرياضه، فاحنا مش هنخوض في تفاصيل الفورير سيريز، احنا هناخد الكونكلوجن اللي بتوع الرياضه طلعه لنا واللي احنا بنعرضه النهارده. ففورير بيقول لك ايه، ان اي موجه جاذبيه، اسف، اي موجه دوريه يمكن تمثيلها بعدد لا نهائي من الموجات الدوريه مختلفه التردد، وتردداتها مضاعفه للتردد الاولاني. في اول تردد بنسميه الفاندامنتال زي ما هنشوف دلوقتي، وباقي الترددات هي مضاعفات صحيحه لهذه الفاندامنتال، بالاضافه لمقدار ثابت بيعبر عن الافرج بتاع الموجه. لو الموجه غير متماثله فوق وتحت فيبقى لها افرج، ففي ترم اضافي، ترم دي سي او ترم مقدار ثابت. لكن لو بصيت له هتلاقيه هو برضه يعتبر كومبوننت بتاعه الفريكوانسي صفر، يعني ممكن نقولها برضه انها مختلفه التردد بدايه من الفريكوانسي صفر اللي هو الدي سي زائد اول فريكوانسي اللي هو الفريكوانسي الذي يناظر الزمن اللي بتتكرر عنه الموجه، اي موجه من اللي فاتت دول اللي هو زمن تي. الزمن تي ده مقلوبه يديني فريكوانسي، هذا الفريكوانسي هو اول فريكوانسي انا اتعامل معاه. وبعدين مضاعفات الفريكوانسي ده مضروب في 2 مضروب في 3 في 4 الى ما لا نهايه. لو احنا حللنا اي موجه كده لغايه الانفينيتي وجمعناها على بعض هتدينا الموجه الاصليه. لو انا رسمتها كده هتدينا الموجه الاصليه. ففورير سيريز بتقول لنا اي بريودك فانكشن يمكن نمثلها بالشكل ده. الشكل الرياضي بتاعها لها شكلين، هنبدا بالشكل الاول اللي ظهر قدامكم ده.
اللي هو قال المقدار الاول اللي هو الاي في ده المقدار اللي هو اللي عند الفريكوانسي صفر اللي هنسميه الافريج. اللي لو كان الباقي مش موجود، لو كان الباقي مش موجود كانت هتبقى الموجه دي سي عاديه، دي سي من دي سي اللي نعرفها، ولكن الباقي موجود اللي هو مجموع لان بتساوي 3، يعني كان الاي في دي كانها بتاعت الان بصفر. هنا هنبدا بقى من ان بواحد من 3 ومتكرره لكومبوننت بتختلف باختلاف التردد. اي ان كوساين ان اوميجا نوت تي زائد بي ان ساين ان اوميجا نوت تي. اوميجا نوت اللي هي مقلوب التايم اللي هي الفاندمنتال فريكوانسي اللي هي اول فريكوانسي عندنا، وان بتتغير زي ما قلنا 1 و2 و3. يبقى والاي ان والبي ان دي بنسموها الفوري كوفيشنس بالاضافه للاي في. الاي ان والبي ان والاي في، احنا عندنا اي في واحده لكن اي ان وبي ان الانفينيتي، عدد لا نهائي من الايز والبيز بتغير الان، انها من واحد لغايه انفينيتي. كويس؟ فيبقى احنا عندنا عدد لا نهائي من الكوفيشنس محتاجين ان احنا نحسبه. طبعا عمرنا ما نوصل ان احنا نقعد نحسب عدد لا نهائي، احنا غالبا بنكتفي او دائما بنكتفي بالحد اللي بعده الاكيورسي بتبقى خلاص مش هتتحسن كتير. يعني بناخد الموجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وهكذا، ممكن نصل مثلا لغايه الموجه 20. بعد ال 20 خلاص مجموع الموجات اللي موجوده تقريبا هو الموجه الاصليه. ولو عايزينها الموجه الاصليه اكزاكتلي بالظبط، لا المفروض نوصل للانفينيتي. يبقى كل ما خدنا عدد من الهارمونكس او الترددات اللي موجوده ديت، كل ما مثلنا الموجه الاصليه تمثيل ادق. من الناحيه العمليه ما نتوقعش ان احنا نوصل للانفينيتي. فالناحيه العمليه بنوصل لعدد من الموجات يقترب ان مجموعه يدينا الموجه الاصليه ونتعامل معها كما لو كنا بنتعامل مع الموجه الاصليه. يبقى دقه تعاملك هيعتمد على عدد الترمز اللي انت هتاخدها من المتسلسله اللي قدامنا دي. خدت 3 ترم كويس، خدت 7 ترم ممتاز مش بطال، خدت 20 ترم يا رائع، خدت 1000 ترم الله يكون في عونك. خلاص كل ده وصلت الاكيورسي اعلى، بس مش من الحكمه بقى ان انا اقعد ازود وانا ما حصلتش على اكيورسي اكبر. يعني الفانكشن الاصليه نفترض قيمتها في لحظه زمنيه مثلا معينه 100، ما متغيره. مجموع الهارمونكس او مجموع المتسلسله اللي قدامنا ديت عند هذه اللحظه الزمنيه، لو انا خدت ثلاث ترددات وعوضت، لا تطلع لي مثلا 95، لا في ايرور 5%. طب لو خدت 7 وصلنا ل 98%، خدت 15 وصلت ل 99%، خدت 50 وصلت ل 99.9%. شوف الاكيرسي بتزيد ازاي. مش هتوصل لل 100% الا اذا خدت الانفينيتي، العدد لا نهائي. فانا بقى عندي 3 او 5 او 7 على حسب درجه الدقه اللي تنفع معايا. وطبعا دي بقى بيدخل فيها الخبره دور، وهنعرف ازاي بنقدر نحكم على الموضوع ده. فانت على حسب بقى درجه الدقه، يعني لو انت بتشتغل في دوائر كهربيه معينه والدقه العاليه دي هتحتاج انك تعمل حسابات كتير جدا، وفي المقابل ما نتجش عنها يعني قرار مختلف. يعني وده بالحال نحتاجها في الهندسه بوجه عام. الهندسه بوجه عام يعني بتهتم بالدقه الى حدود، مش الدقه المفرطه او الدقه العاليه جدا. المختصين بالرياضه بيهتموا بالدقه العاليه، لكن احنا كناس تطبيقيين بناخد شغل الرياضه ونطبقه للمستوى اللي احنا عايزينه. زي ما تيجي تحسب مثلا ماتيريال انت محتاجها لشغلانه معينه في الكهرباء، اسلاك مثلا، كابلات، حاجات من هذا النوع. لو انت قعدت تحسب بدقه وتقيس بالسنتي وبالملي، ممكن تلاقي نفسك مثلا محتاج 90 متر. ولو انت قربت العمليه ممكن تلاقي نفسك محتاج 92 متر او 88 متر. في الحالتين هتروح تجيب لفه سلك مقدارها 100 متر. يبقى الدقه العاليه كانت تضيع وقت في الحاله دي.
طبعا دي على حسب كل حاله. يبقى لو انت عملت دقه عاليه لقيت نفسك محتاج زي قلنا 90 متر بدقه عاليه جدا، ورحت جبت ال 100 متر. قللت الدقه وحسبت بالتقريب لقيت نفسك محتاج 92، رحت جبت ال 100 متر برضه. يبقى من الحكمه في المواقف اللي زي دي اللي بيبقى فيها مقايسات تقديريه اوليه انك ما ايه ما تفرضش في الدقه اللي عندك. نفس الكلام ينطبق عندنا، هناخد عدد من الحدود التي تعطينا الدقه اللي احنا عايزينها. ايه واحد اي في وبي واي ان وبي ان تعتبر زي ما قلنا الفورير كوفيشنس. عندنا اي واحد وبي واحد دي الكوفيشنت بتاع الفاندمنتال او الاولى، اي 2 وبي 2 بتاعت الثانيه، اي 3 وبي 3 بتاع الثالثه، اي 4 وبي 4 بتاع الرابعه، وهكذا. الاوميجا نود بنسميها الفاندمنتال فريكوانسي اللي هي مقلوب الزمن الدوري بتاع الموجة زي اللي احنا قلناه قبل كده، مقلوب التي دي بتسمى الفاندمنتال فريكوانسي. المفروض انها ظهرت قدامكم بس متاخره شويه. الفاندمنتال فريكوانسي الاوميجا نود دي اللي هي مقلوب الزمن الدوري، وبالتالي اوميجا نود دي الاولى اللي هي اول واحده واهم واحده على فكره. اوميجا نود دي اهم واحده، و 2 اوميجا نود، 3 اوميجا نود، 4 اوميجا نود تسمى هارمونكس، هارمونيك فريكوانسيز. فنقول الهارمونيك الثانيه، الهارمونيك الثالثه، الهارمونيك الرابعه، اند سو اون. ده ظهر قدامكم بس للاسف لسه ما ظهرش. ممكن نعمل الحركه اللي بنعملها وايه واستوب الشيرنج علشان تظهر. ممكن بيبقى هو شاطر قوي، اول ما نقول له ستوب ستوب، انما ما غير لا بيتاخر. يعني المفروض انها دلوقتي ايوه هي برضه المفروض هي دي مش كامله، بس اظهر لنا الاوبجن نود اللي هي فاندمنتال. مش عايز انا على السلايد اللي بعدها لما ايه اتاكد انها عشان انا ايوه يا مسهل يا رب. يبقى هتبان اهو 2 اوميجا نود، 3 اوميجا نود، 4 اوميجا نود، وهكذا بتسمى هارمونيك فريكوانسز. ومن ثم الايه السكند هارمونيك اللي هي 2 اوميجا نود الاولانيه دي اسمها السكند هارمونيك هتظهر لكم دلوقتي، و3 اوميجا نود دي اسمها الثيرد هارمونيك، الفورث هارمونيك، وهكذا. هنقل على السلايد اللي ايوه هو بقى ايه عشان طلعت ورجعت كذا مره فايه ف اهي ظهر دلوقتي قدامكم. ماشي، ظهر دلوقتي قدامكم اللي انا بقوله اللي هو 2 و3 و4 وهكذا. لو نقلنا بعد كده بقى اللي فريك اوفيشنس دي بنحسبها ازاي، انتوا عارفينها من الرياضه وهتظهر لكم دلوقتي في السلايد اللي جايه. بتيجي بعمليه انتجريشن. انا ايه حطيتها كده كلها مره واحده، ربنا يسهل توصل لكم. عمليه انتجريشن انتوا عارفينها، هتكلم معاكم فيها لغايه ما تيجي. الموجه الاولى واحد على الاي في، الاي في الاولانيه ديت واحد على تي، واحد على البيريود، والانتجريشن من عبر بيريود كامله للفانكشن الاصليه. انت عندك الفانكشن الاصليه اللي هي دي سي او هاف ويف ريكتيفاير او فول ويف ريكتيفاير او ما الى ذلك. الانتجريشن عبر بيريود كامله مقسومه على البيريود والانتجريشن للبيريود للفانكشن نفسها. دي بتفكرنا بان احنا عملنا الافريج، يعني وعشان كده الاي في ده هو الافريج فعلا. الاي في هو الافريج. اما الاي كي والبي كي اللي هي الاي ان والبي ان، بس لما ناخد واحده منهم فلها انتجريشن عباره عن الفانكشن، بنعمل انتجريشن للاف اوف تي مضروبه في كوساين كي اوميجا نوت تي برضه عبر نفس البيريود، والثانيه بتبقى الاف اوف تي في ساين الكي اوميجا نوت تي. ايوه حسب ما تظهر دلوقتي. يبقى دي الاولى اللي هو هي بالفعل احنا الكوفيشنت الاولاني ده هو الافريج بتاع الموجه. تمام، هو ده الافريج بتاع الموجه، واحد على تي
في الانتجريشن عبر زمن مقداره تي، نبدا من زمن ونضيف اليه تي، او نبدا من الصفر يبقى من زيرو لغايه تي، بس ده شكل جنرال شويه عشان حسب طبيعه البروبلم والصيغه الرياضيه تقدر تصيغها للفانكشن. ده مستدعي ان الفانكشن الاصليه اللي عندك زي الفانكشنز اللي احنا الامثله اللي احنا قلناها تكون عامل لها صياغه رياضيه. غالبا بتبقى بشكل بيس وايز اجزاء، ما مش هتلاقي معادله واحده توصفها. زي مثلا حاله الدي سي موجوده لفتره زمنيه مقدارها كي تي وصفر في المقدار الاخر، دي هتخلينا نعمل انتجريشن من زيرو للتي، لكن الانتجريشن الحقيقي هيبقى من صفر للكي تي والباقي مش موجود بصفر، او الباقي له قيمه زي اللي كان بيتغير من 100 ل 50 ويرجع تاني ل 100. في الفتره الاولانيه معرف ب 100 والفتره اللي بعدها معرف ب 50. الريكتفاير في فتره معرف بالساين ويف العاديه وفتره بصفر وهكذا. ده كل ده تعريف الاف اوف تي هيخلينا نجيب الثلاثه كوفيشنس دول. اول واحد منهم ده واحد وحيد اللي هو الاي في اللي هو الافريج، ده واحد وحيد وده هو الافريج بتاع الموجب بالفعل. الاثنين كوفيشنس تانيين واخدين شكل انتجريشن برضه، بس للاف اوف تي مضروبه في كوساين كي اوميجا نوت تي، كي اللي هي ان نفسها زي ما قلت لك كانها كوساين ان اوميجا نوت تي، كي اللي هي ان بس كان انا خدت واحده من الامز اللي موجوده يعني بالشكل ده. انا طبعا حاولت التزم باللي الكتاب عامله عشان وانتم بتذاكروا ما نستخدمش رموز مختلفه يعني، بس تعامل مع الكي على انها ان يعني. واثنين على تي في الانتجريشن برضه عبر بيريود كامله للفانكشن بس مضروبه في الكوساين، والبي كي الفانكشن بس مضروبه في الساين. هنا هتظهر بقى المشاكل الرياضيه اللي بتقابلنا في الفورير، ان انت على حسب الفانكشن، لو الفانكشن سهله زي الدي سي ديت اهو مقدار ثابت هيبقى مضروب في الكوساين وبعمل انتجريشن لفتره زمنيه معينه فهيبقى حاجه شبيهه بالانتجريشن الاولاني. يعني انت اهو كوساين بلاش الانتجريشن الاولاني، هيبقى انتجريشن لكوساين ومقدار ثابت هيبقى بره. المقدار الثابت ده بيتغير حسب صياغه المعادله، فتره زمنيه كان ب 100 فولت مثلا والفتره اللي بعدها كان بصفر، الزمنيه كان ب 100 والفتره اللي بعدها 50، فهتتقسم لحتت بس بتعمل انتجريشن لكوساين، والانتجريشن للكوساين ده احنا بنعرف نعمله، واللي بعدها نفس الشيء. لكن لو الفانكشن تعريفها نفسه داخل فيه داله ثانيه زي حكايه الريكتفاير او ويف ريكتفاير، هتلاقي نفسك بتعمل انتجريشن لساين مضروبه في كوساين وساين مضروبه في ساين، الساين الاولانيه بتاعت الداله والكوساين اللي بعدها بتاعت تعريف الكوفيشن. وفي البي نفس الكلام، هتلاقي بتضرب في الساين بتاعت الداله ومضروبه في الساين بتاعت الكوفيشن. هنا بتظهر بقى شويه يعني مشكلات، شويه مشكلات مش صعوبات، مش هنقول مشكلات، هي صعوبات محتاجه واحد شاطر في الرياضه علشان يقدر يحل الكلام ده. والمفروض الانتجريشن ده بيتم لكل كي، يعني لما كي بواحد كي باثنين كي ثلاثه كل واحده منهم بنعمل انتجريشن. ففي المعتاد بنعمل انتجريشن بدلاله كي وبعدين تطلع النتيجه النهائيه نعوض عن الكيهات الكي بواحد وكي باثنين وكي بثلاثه على حسب مستوى الاكيرس اللي احنا عايزينه. طبعا زي ما قلنا الاولى ديت هي تمثل الافريج، هتظهر لكم كلمه بالمعنى ده، وبعدين هننقل للي بعد كده. يبقى كي ديت هي الافريج. هناخد اكزامبل يعني دلوقتي بعد ما السلايد تخلص هناخد اكزامبل. الاكزامبل اللي هناخده موجود في الكتاب ومحلول زي العاده بتاعتنا عشان نمرن نفسنا، المفروض انتم عارفينه. الاكزامبل اللي عندنا اللي هي الموجه السوتوث الحقيقه. الاكزامبل اللي عندنا الموجه السوتوث. يا مسهل انا منتظر السلايد تيجي. ايوه. السلايد عندنا الموجه السوتوث زي ما تظهر دلوقتي اللي هي بتزيد خطيا وبعد مرور الزمن تي بتنزل للصفر تاني وبعدين ترجع تاني تزيد خطيا وتنزل تاني وهكذا. فاول حاجه علشان نجيب الفورير سيريز بتاعتنا ان احنا نعرف نصيغ الموجه اللي قدامنا دي. بختار بيريود الاسهل للصياغه، بختار بيريود واحده، ما هو كل شغلنا بيبقى على بيريود واحده،
فبمسك البيريود الاسهل في الصياغه، فاسهل بيريود في الصياغه اللي هي اول واحده موجبه دي اللي هي من صفر الى تي. ينفع الكلام لو انا خدت البيريود من تي الى 2 تي، وينفع لو انا خدت من ماينس تي الى صفر، ولكن الصياغه الرياضيه هتبقى اصعب شويه، او يعني تحتاج مجهود شويه، والمهم في النهايه يطلع لها نفس النتيجه. فناخد الصياغه الاسهل، الصيغه الاسهل من صفر الى تي دي خط مستقيم بيمر من نقطه الاصل وله ميل المفروض ان هو معروف، انا عندي الفي ام وعندي الكابيتال تي. فهصيغ الاول، اول حاجه عندي ان انا هصيغ المعادله دي بمعادله خط مستقيم. كويس، ظهرت بسرعه شويه. الفي اوف تي في المنطقه من صفر الى تي دي الصياغه الرياضيه بتاعتها عباره عن في ام على تي مثلث مضروب في الزمن تي اللي هو على حسب اللحظه الزمنيه جوه المثلث ده، وبيمر من نقطه الاصل فمفيش مقدار ثابت معاه. طبعا لو الموجه دي مثلا سو توث ورفعناها شويه لفوق ما بتبداش من الصفر، كنا هنضيف المقدار ده خط مستقيم انت بتعمله، الجزء المقطوع من محور الواي، محور الصداره. دي اول خطوه واهم خطوه في انك تحسب فورير اكسبانشن او الفورير سيريز بتاعنا. وبعدين نبدا نحسب الكوفيشنتس المختلفه. اول كوفيشنت اللي هو الاي في، الانتجريشن العادي جدا لو انا عملته للموجه ديت هيطلع عندنا نص في ام. الحاجه ده ممكن تستنتجه ان هو مساحه المثلث، هو الافريج مساحه المثلث مقسومه على تي، مقسومه على القاعده علشان يبقى افريج، فتبقى نص في ام، نص في ام. ده اول حاجه. وبعدين نمسك كل واحده منهم على حده، الاي كي، الاي كي، الاي كي، الاي كي عباره عن 2 على تي في الانتجريشن للتمثيل الرياضي بتاعنا، في ام على تي مضروبه في تي كوساين كي اوميجا نوت تي في دي تي. وبعدين نعمل الانتجريشن عندنا، راجعوها بقى من الكتاب هتلاقي بيطلع الانتجريشن عندنا بدلاله طبعا في تي مضروبه في كوساين الاول في تكامل الثاني ناقص تكامل تكامل أو انا بقى مش فاكرها يعني كويس، انتوا فاكرينها اكتر مني. هيطلع عندنا جنرال فورم، عندنا الجنرال فورم اللي قدامنا ده اللي هيظهر دلوقتي بدلاله كي، الايه الجنرال فورم اللي عندنا اللي هيظهر بدلاله كي. خلاص، يبقى عند كل كي من الكيهات اللي نعرفها 1 2 3 4 نقدر نعوض هنا. نعم، هتلاحظ ان اللي قدامنا دي الكي عدد صحيح، فنتق طلع عندنا كوساين 2 باي مضروبه في كي ناقص 1. كوساين 2 باي مضروبه في عدد صحيح او ال 2 باي مضروبه في عدد صحيح نجيب لها الكوساين دائما بصفر، الكوساين ده اسف دائما بواحد، كوساين 2 باي بواحد، كوساين 2 باي بواحد. خدت بالك؟ زي كوساين صفر، كوساين صفر بواحد وكوساين 2 باي بواحد، مضاعفاتها هتبقى دايما الواحد. الموجه الكوساين بتتكرر وبتبدا بواحد وتنتهي بواحد اللي عند 2 باي وتتكرر بواحد باستمرار. فلكل قيم كي الصحيحه باعتبار ان كي صحيحه، انما كي لو كسريه لا هيبقى الموضوع ده هيختلف، يبقى اللي جوه القوس الصغير ده واحد ناقص واحد. فبناء على كده فالاي كي هتطلع بزيرو لكل القيم الصحيحه للكي، يبقى الكوفيشنت اي كي طلع بصفر من الايه من الحسبه اللي عملناها دي. الكوفيشنت هتظهر قدامكم دلوقتي ان هو بيساوي صفر فور اول كي، فور اني كي او اول كي، نخليها اني كي احسن لان قلنا اول كي انما نقول اول كيز. يبقى نخش على الكوفيشنت بي في سلايد تانية هتظهر لكم نفس الكلام، نفس الكوفيشنت ايه اللي قدامنا ده، بس بدل الكوساين كي اوميجا نوت تي هتبقى ساين كي اوميجا نوت تي، هتبقى ساين كي اوميجا نوت تي. واعمل الانتجريشن هيطلع عندي جنرال فورم بنفس الكيفيه، هتطبقها بايديك هتلاقي العمليه مش صعبه ان شاء الله خالص، والمفترض تخطوها في الرياضه. فهيطلع عندي النتيجة النهائية نتيجة جنرال عبارة عن ماينس في ام هتظهر لكم على باي كي،
شوف حصل لها سمبليفيكيشن ازاي وبقت ابسط، بقت ماينس في ام على باي كي. لو في ام معلومه والباي معروفه يبقى كل كي هيبقى لها بي تناظرها، يبقى بي واحد اعوض عن كي بواحد، يبقى ماينس في ام على باي كي 2، ماينس في ام على 2 باي كي بي 3، ماينس في ام على 3 باي اند سو اون. يبقى الايز طلعت الاي كي يعني اللي هي كل لكل الكي طلعت بصفر، وما تبقاش عندنا غير البي، البي المختلفه. معامل الاي اللي هو معامل الكوساين، يبقى ما تبقاش عندنا غير معامل الساين في الفورير اكسبانشن. هتطلع عندنا لو انت صرتها تطلع بالمنظر ده، بي ام على 2 الاولانيه دي اللي هي الافريج فاليو، الناقص دي اللي هي المتكرره في حساب البي كي، هتبقى في ام على باي ده مشترك، ويبقى كانها مجموع واحد على ان في ساين ان اوميجا نوت تي، وان بواحد 2 3 4 لغايه انفينيتي. يبقى الموجه لو عملت لها اكسبانشن يبقى الافرج في الاول ومجموع عليها كميات في ام على باي ساين اوميجا نوت تي ناقص في ام على 2 باي ساين 2 اوميجا نوت تي ناقص بي ام على 3 باي ساين 3 اوميجا نوت تي لغايه انفينيتي، وانت وشطارتك او انت واحتياجك زي ما هتظهر قدامنا كده الايه الموضوع ماشي باستمرار، بادئ الاول بمقدار بي ام وبعدين موجات دوريه مجموعه على بعضها مختلفه التردد اللي هي فكره فورير. الاولانيه اللي هي اسمها الفاندمنتال، الثانيه اسمها السكند، الثالثه اسمها الثيرد، وهكذا لغايه المستوى الاكيورسي اللي انت هتحتاجه. مستوى الاكيورسي اللي انت هتحتاجه هتتوقف عنده. تمام كده؟ ايوه كده ظهرت كده. فمستوى الاكيورسي اللي عندك احنا اكتفينا بثلاثه وقلنا نقط، وحسب المساله بقى ساعات مساله سواء مساله في الشيت او في مش هننزل شيت، هنعتمد على الـ 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 الامثله المحلوله اللي في الكتاب، وهتمرن نفسك في الموجات اللي هنقول لك عليها اللي هي تقريبا الموجات اللي قلناها في الاول، والكتاب ذاكرها باشكال مختلفه. يعني ما فيش فرصه عندنا ان احنا نجيب موجات غريبه او حاجه، نجيب موجات من الموجات الايه اللي معروفه، زي الموجه اللي قدامنا دي، زي الموجه اللي هي دي سي ومقطوعه منها حته، زي الموجه الساين مقطوعه منها حته او مش مقطوعه منها حته او كذا. فالتمرين عليها هيخليها سهله في فك فورير. فده الاكزامبل ده وضح لنا ازاي الكونسبت بتاع فورير سيريز. النتيجه اللي طلعت عندنا في الاخر ديت، لو انا جيت مثلا جيت عملت كود ماتلاب ولا حاجه وبرسمها عبر فتره زمنيه مقدارها تي اللي هي بتاعه البيريود بتاعه الموجه نفسها، نفترض التي ديت مثلا كانت 50 مللي ثانيه مثلا على سبيل المثال، او 20 مللي ثانيه زي الموجه ال 50 هرتز ديت، البريد بتاعتها تبقى 20 مللي ثانيه. لو انا رسمتها الموجه اللي قدامنا ديت وجربها بقى انت مع نفسك عشان تثق في النتائج دي، وعوضت لغايه 3 ترم مثلا الدي سي زائد 3 ترم، ورسمت النتيجه عبر زمن مقداره ال 20 مللي ثانيه اللي هي التي كابيتال، اللي هي مقلوبها الفريكوانسي ما تنضرب في 2 باي تدينا الاوميجا نود، كويس، واشوف النتيجه بتاعه داله زي دي كان انا مش عارف شكلها وارسمها اشوف اخبارها ايه. اكيد مش هتبقى الموجه السوتوس دي بالظبط، هتلاقيها متارجحه حواليها مشوشه شويه. زود الثلاثه دول خليهم سبعه، هتلاقيها اقتربت اكتر من السوتوس. خلي السبعه 15 بقت احسن، خلي ال 15 50 ولا 70 ولا رقم كبير، هتلاقي تقريبا تتضخم. طبعا انت هتعملها كود كمبيوتر فمش هتبذل مجهود انك تحسب ال 70 هارمونيك دول، لا ده انت هتدي له لوب بيحسبها اللي هي المعادله اللي قدامنا دي، ويحسب الداله كامله واتفرج على النتيجه مع كل اضافه هضيفها عشان اشوف قد ايه فعلا كل ما نزود التيرمز كل ما يحصل اكيورسي. وهتلاقي عند حد معين بقت يعني الموجه المجموع اللي حاصل ده
هو تقريبا السوتور اللي هي الموجه الاصليه. الحقيقه في الترناتيف فورم لفورير سيريز، الشكل اللي احنا ذكرناه ده اللي هو ايه، ان كوساين وبي ان ساين زي ما هظهر لكم دلوقتي، حطها كلها مره واحده. الشكل اللي ذكرناه ده شكل وشكل صحيح وبنجيب منه وبنحتاجه في الاول. في شكل تاني هيبقى مفيد لنا في الدوائر الكهربيه، وهو ان انا احوله بدل ما يبقوا دالتين مثلثتين اللي هي كوساين وساين، لا تبقى داله واحده ومعاها زاويه. ده اجراء سهل جدا بيتم. انتظر تظهر المعادلات. الاي في بيظل كما هو، ولكن السميشن بدل ما يبقى مجموع، يعني كل هارمونيك او يعني كل فريكوانسي له ترمين اثنين ساين وكوساين، احنا محتاجينهم بنجيب الاي والبي، لا بنصغها بعد كده نخليها له هو ترم واحد، ممكن يبقى كوساين او ساين، هناخد شكل الكوساين وله ماجنتيود وله زاويه. الماجنتيود الزاويه بيعتمدوا على الاي ان والبي ان، ودي حاجه مشهوره في التحويل لموجتين مجموعين ب ايوه موجتين مجموعين بنفس التردد، واحده ساين واحده كوساين، نحولهم لموجه واحده، احنا هنا محولينهم لكوساين. طبعا الكوفيشنت هيختلف، مش هيبقى اي ولا بي، هيبقى حاجه كومبينيشن ما بين، وهيحصل فيه زاويه، زاويه اللي هي ثيتا ان. يبقى عندي الاي ان والبي ان تحولوا الى اي ان كابيتال وثيتا، يعني بدل كميتين اي وبي هيبقوا كميه اي كابيتال وثيتا. والاي كابيتال بتيجي من الاي ان والبي ان، الجذر التربيعي ده تربيع زائد ده تربيع، والثيتا ان بتيجي من تان ماينس 1 بي ان على اي ان. دي خطوه سهله جدا، يعني اللي احنا عملناه اللي فات ده هو ده الشغل الاساسي. عشان احولها للشكل اللي قدامي دي بقى خلاص، يعني اللي فات ده هو يعني اذا اعتبرنا اللي فات ده صعب او محتاج مجهود، الخطوه دي مش محتاجه مجهود كبير، مجرد اجيب الاي ان والبي ان لكل هارمونيك، يعني الهارمونيك الاولى اللي هي الفاندمنتال الاي واحد، الاي كابيتال واحد، الجذر التربيعي الاي سمول واحد تربيع زائد بي سمول واحد تربيع. طب الاي 2 اي كابيتال 2، الجذر التربيع الاي 2 تربيع زائد بي 2 تربيع، دي طبعا كابيتال ودي سمول. اي 3 اند سو اون، والسيتا، السيتا الاولانيه تان ماينس 1 الاولانيه، والسيتا الثانيه رقم 2 لما ان تبقى ب 2 تان ماينس 1 الثانيه. يبقى هيطلع عندنا الكلام ده بفورم فقط مختلف، ولكن فورم نحتاجه احنا في الكهرباء، بنميل للشكل اللي هو بتاع مقدار وزاويه. كل كومبوننت خد بالك بقت ساين ويف، يعني ممكن هطبق عليها كلام اللي احنا نعرفه في الساين ويف على كل كومبوننت. شوف ادي بقى الفكره بتاعت فورير هنطبقها ازاي. فورير اتاح لنا ان انا الموجه الاصليه هطبقها على الدائره اللي عندي كما لو كانت مسلط عليها عدد من الموجات الجيبيه مختلفه التردد، كل واحده منهم اعتبر انها مسلطه لوحدها واجيب النتيجه بتاعتها. يبقى طبقنا السوبر بوزيشن، كان احنا طبقنا نظريه السوبر بوزيشن اللي خدناها في الترم الاول. بدل ما كان عندك سبلاي واحد، لا بقى عندك سبلاي كما لو كان عدد من السبلايز، يعني كما لو كان عدد من السبلايز، السبلاي الاول دي سي يبقى طبق الدي سي، السبلاي الثاني اي سي بتردد الفاندمنتال اللي هو واحد على تي اطبق كما لو كان هو ده الوحيد اللي موجود، السبلاي الثالث اللي هو الموجه الثانيه اطبق كما لو اللي هي بتردد ضعفها اللي هو بدل 50 هرتز يبقى 100 هرتز مثلا، وبعدين اللي بعدها اطبق التردد اللي بعدها وهكذا. طبعا عمليه مزعجه، عمليه مزعجه، بس احنا ان شاء الله مش هنخش في الازعاج ده، يعني هناخد المقدار اللي يعرفكم بس شويه مفاهيم مهمه، لكن مش هنتقل عليكم ان احنا نقعد نحل دواير ونعمل الكلام ده، ما تقلقش. احنا نعرف بس بعض المفاهيم اللي انت خلاص بقيت على بدايه الطريق، لما انت تحتاج بقى تطبقها في اي ابلكيشن فيما بعد هتعرف تعمله، لكن بس نعرف المفاهيم الاول وايه ونتقنها ونبقى شطار فيها. فالشكل ده هيفيدنا في شويه حاجات اللي هنتكلم عنها النهارده، فاضل حاجتين كده نتكلم عنهم النهارده وبقيتها في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. اول حاجه نتكلم عنها الافرج باور كالكوليشن
في الحالة لما يبقى عندنا نون ساينسويدال سبلاي. احنا عارفين نحسب الباور ازاي في حالة الدي سي، والدي سي ما فيهوش افريج، هو كله دي سي وخلاص، يبقى الجهد في التيار وخلاص، دي الباور اللي عندنا في الدي سي. لما بقت اي سي بقى الباور عبارة عن حاصل ضرب جهد في التيار، وكل منهما بنفس التردد. فكان بيطلع عندنا الباور اللي كانت تطلع عندنا لما يبقى اي سي، بيطلع عندنا الباور اللي موجودة عندنا ما بنعمل لها افريج ونعمل لها انتجريشن عشان نجيب الافريج بتاعها، بيطلع مقدار ثابت زائد مقدار دوري بضعف التردد في حاله الاي سي العادي خالص اللي احنا خدناه قبل كده. اما تيجي تجيب الباور في الاي سي هتلاقيها في الاخر طلع مقدار ثابت عباره عن الار ام اس بتاع الجهد المضروب في الار ام اس بتاع التيار في كوساين الزاويه ما بينهم، وبعد كده شويه حاجات الانتجريشن بتاعها بصفر، فالافرج بيطلع عندنا الار ام اس مضروب في الار ام اس، الار ام اس مضروب في الار ام اس. طيب ده لو لو الموجه جاذبيه بتردد معين، طب لو هي عده موجات جاذبيه، هو ده بقى اللي هنشوفه دلوقتي. يبقى لما يبقى عندنا عده موجات جاذبيه يبقى الجهد هنصيغه بالصيغه اللي احنا قلناها في الاخر دي اللي هي مقدار وزاويه، وطبعا سميشن سيريز بقى السيريز بتاع فورير للجهد والتيار هتظهر دلوقتي قدامكم. سيريز عباره عن الجهد والتيار بدل الشكل النون ساينسويدال الاولاني، لا جبنا الفورير وطلع عندنا بالشكل الايه، ايوه اللي بدا يظهر دلوقتي، اللي هو مكون من الاي ان والبي، الاي ان اللي هي الاي كابيتال بقى اسمها في بقى لان احنا بنتكلم عن جهد، كانت هناك بنتكلم جنرال فانكشن اسمها اف، الاولى فانكشن اسمها في، فالقيمه القيم بتاعتها اسمها في، يبقى في دي سي اللي هو الافريج زائد في ان اللي هي الهارمونكس في كوساين ان وهكذا، والزاويه اللي هي بتتغير زي اللي فاتت بالظبط، والثانيه للتيار خليناها التيار اي دي سي، الدي سي بتاع التيار اللي هو الكوفيشنت الاولاني في فورير زائد الايه الهارمونكس اللي موجوده. لو انا عايز اجيب الباور، طبعا ده تعريف اللي هيظهر لكم على اليمين هنا، تعريف كل واحده من دول اللي انتوا عارفينها بس برضه عشان تبقى ايه بشكل موثق، يعني اللي هي العناصر دي كلها، الفي دي سي اللي هو الدي سي اللي طالع، الفي ان الامبليتيود بتاع الانث هارمونيك وهكذا، هتظهر لكم دلوقتي. وعشان اجيب الباور معادله نجيب باور، احنا عشان نجيب الباور، الباور هي في النهايه زي الباور في الاي سي العادي عباره عن الانتجريشن بتاع الانستانتينيوس باور اللي هي حاصل ضرب الجهد في التيار عبر بيريود ومقسوم على التي زي ما جبنا الباور في حاله الدي سي الاي سي بالظبط. ولكن المره دي احنا ما عندناش تردد واحد، احنا عندنا ما لا نهايه من الترددات. فيبقى الكلام ده المفروض هيتم على كل الكومبوننت اللي هتحصل. هتظهر دلوقتي هو ايه الافريج باور، هتيجي بانها واحد على تي في الانتجريشن من صفر الى تي او من تي نود الى تي كابيتال للباور دي تي، والباور دي اللي هي البي في الاي، ده الصيغه اللي بعدها، الصيغه الاولانيه الباور والثانيه شيلنا الباور وحطينا البي في الاي، ده اللي احنا نعرفه. هيظهر لكم جمله كده عجبتني من الكتاب حطيتها لكم دلوقتي، هتظهر لكم دلوقتي النظره الاولى للموضوع كده تقول لي يا خبر ابيض ده مشكله يعني مستحيله ان انا اقعد اجيب الانتجريشن ده كله، اقعد اضرب ايه ده؟ يعني إيه انت شو بتضرب الفي في الاي، تخيل بتضرب اللي فوق ديت في اللي تحت، فكل عنصر في اللي فوق هينضرب في جميع العناصر اللي تحت، فيطلع عندنا كام عنصر؟ يعني اذا كنا احنا بناخد فوق نفترض خدنا عبر هارمونيك، يبقى اللي في الاول دي فيها 11 ترم والثانيه فيها 11 ترم، كل ترم من ال 11 اللي فوق هينضربوا في ال 11 اللي تحت، يبقى عندنا 11 في 11 ترم ب 121 ترم. ايه ده؟ ايه الشغلانه دي؟ شغلانه طبعا مستحيله. فهتظهر لكم الجمله دي هتقول لك للوهله الاولى او للنظره الاولى at the first glance this appears to be يعني صعبة للغاية ومرهقة جدا ومحتاجة. وبعدين خد بالك كمان زي ما ظهرت احنا قلنا 11،
لا ده هي المفروض انفاينايت، يعني عدد لا نهائي مضروب في عدد لا نهائي. ولكن الحقيقه الموضوع مش بال... يعني الدنيا مش غامقه قوي للدرجه دي. انت لو شفت هو يعني برضه مستعمل الترم كده هيبان لكم او تعبير، انت بتعمل انت مش مجرد بتضرب، ده انت بتضرب وتعمل انتجريشن. ففي ترمز منهم معروف ان الانتجريشن بتاعها هيبقى بصفر. الترمات الوحيده او الترمز الوحيده اللي هتعيش معانا، هو حتى مسميها سرفايف، الترمز الوحيده اللي من العدد الكبير جدا اللي هو لو كانوا 11 يبقى 121، لا مش كلهم هيبقى لهم قيم، ده معظمهم بصفار. والترمات فقط اللي هيكون لها معنى واللي انت هتستعملها اللي هي لها نفس التردد، حصل الضرب من فوق مع اللي تحت بنفس التردد. The only terms to survive integration are the products of voltage and the current and same as the same frequency. انت كده في ديت ضيعت 90% من الترمز واكتر كمان. انت كان في الاول بتاخد التردد الاولاني مع التردد الاول والثاني والثالث والرابع لغايه 10. لا كده هتاخد التردد الاول مع الاول بس، مع الثاني والثالث والرابع هيطلع اصفر. ولما تاخد من فوق التردد الثاني مالكش دعوه بالاول في اللي تحت، ليك دعوه في الثاني في اللي تحت، ومالكش دعوه بالثالث والرابع وهكذا. يبقى تاخد الكميات فقط اللي هي عند نفس التردد، دي هتقلل المجهود بشكل يعني كبير جدا. فهتطلع العملية عندنا زي ما هتظهر في المعادلة اللي جاية. طبعا معلش الموضوع ده هيحتاج منك ان تقعد تقرا كده بتركيز، ويا ريت تبص من الكتاب ما تكتفيش بالسلايد بس اللي هبعتها لكم دلوقتي ان شاء الله. هتلاقي عندك الفورم الرياضي بقى اللي هيطلع دلوقتي. الانتجريشن عندك الجزء الدي سي ده، الدي سي مضروب في الدي سي ده سهل، يعني الاثنين اللي في الاول دول سهلين، دول على جنب، دول هم تضرب في الجزء الاول في الجزء الثاني من ضمن الترمات اللي هتطلع، اللي هو الفي دي سي مضروب في الاي دي سي ده سهل، ده ونعمل له انتجريشن عبر البتاع ده خلاص، ده نتشطر عليه بالسهوله. المشكله اللي عندنا في الترمز اللي طالعه بالترددات دي، فالكلمتين اللي احنا قلناهم واللي ظاهرين قدامكم دلوقتي هيترجموا دلوقتي، لان انا بس هاخد كل ترم من الجهد واللي يناظره في التيار عند نفس التردد. بقت هي حاجه زي بتاعه الجهد والتيار لوحدها، التشابك اللي ما بين الترددات المختلفه خلاص هيخرج. فبقى عندنا الكومبوننت رقم ان من الجهد مضروب في الكومبوننت رقم ان من التيار، يطلع عندنا الشكل ده. لو جبت انا من السلايد اللي فاتت هيطلع عندنا دول بس، والباقيين بصفار انا ضامنهم مش هكتبهم كده. الموضوع قل جدا جدا في الشغل، وفاضل ان يحصل انتجريشن. هو برضه في حته لسه فاضله، يعني ايه متعبه شويه لكن مش مستحيله، اللي هي هتعمل انتجريشن لكوساين مضروب في كوساين، واللي جوه الكوساين مختلف بمقدار الزاويه سيتا، لكن الان اوميجا هي هي. فكوساين مضروب في كوساين هنعوضها بالنسب المثلثيه اللي بتناظرها، هنستعمل كوساين في كوساين بنص كوساين الفرق زائد نص كوساين المجموع، ونعمل الانتجريشن يطلع عندنا النتيجه النهائيه اللي هتظهر دلوقتي قدامكم. انا كتب لكم برضو، جبت لكم العلاقه المثلثيه بتاعت كوساين في كوساين بنص كوساين الفرق زائد نص كوساين المجموع، اما طبقها هتطلع الشكل اللي عندنا ده، شكل سهل جدا. هتلاحظ طبعا اما حصل الكلام ده بقى كوساين الفرق راح منه التردد، راح منه التردد خالص، وكوساين المجموع بقى فيه 2 اوميجا زي الاي سي بالظبط. الاي سي كان بيحصل كده، يعني كنا بنطلع في الاي سي بنضرب موجتين مثلثتين في بعض، كوساين في كوساين او ساين في ساين على حسب الصياغه. فكنا بنستعمل نفس العلاقه دي بس لترم واحد، دي بنستعملها لكل الترمز بس بنكررها. فيطلع عندنا في النهايه الباور خدت الشكل النهائي اللي عندنا ده. لما تيجي تعمل الانتجريشن ده، مش هنخش في تفاصيل الانتجريشن، هيطلع الفي دي سي مضروب في الاي دي سي زي ما هيظهر لكم دلوقتي، ونعمل الانتجريشن بقى خلاص ونعوض حدود التكامل والكلام ده، هيطلع في ان اي ان على 2 كوساين فرق زاويتين، اللي هي الزاويه اللي تعتبر زاويه الباور فاكتور لما كانت موجه واحده. دلوقتي بقى عندنا عدد من الباور فاكتورز، كل هارمونيك له باور فاكتور شكل. هيطلع عندي الشكل ده، مجموع كان دي كلها اقصر بكتير من الحاله الاولى. في دي سي مضروب في اي دي سي،
ومجموع انت وشطارتك او انت ومقدرتك او انت وحاجتك لفي ان اي ان على 2 كوساين فرق زاويتين. الاربع كميات اللي بعد السميشن كلهم معروفين، الفي ان والاي ان في الصيغه الاصليه، والسيتا والسيتا في الصيغه الاصليه اللي احنا جبناها من فورير. فخلاص يعني انت مجرد ما جبت فورير جبت الشكل الباور اللي موجود عندنا ده. ده له اكزامبل محلول في الكتاب برضه، يا ريت تبص عليها هتلاقي الموضوع واضح واضح جدا. فيبقى في برضه كام جمله كده ايه حطيتهم لكم في السلايد هنا، ان لما احنا بنعمل كلام بقى اللي هو الفيزيكال اللي يتاخد منها الكهرباء بقى، كلام الكهربي غير الكلام بتاع الرياضه، ان في التطبيق العملي لما يبقى عندنا ترددات كتيره في المصدر عندنا، الترددات دي ما بينها وبين بعض الانتر اكشن بالصفر، يبقى الانتر اكشن بتاعها مش هيكون موجود. الانتر اكشن اللي موجود هو اللي عند التردد الواحد بس. الانتر اكشن مثلا بتردد 50 هرتز و100 هرتز مش موجود، لكن 50 و50 جهد وتيار. يعني ال 50 في الجهد مع ال 50 في التيار، 50 في الجهد مع ال 100 في التيار، ما تطلعلناش افريج، ما تطلعلناش كلام مفيد، هتطلع نتيجه ولكنها ملهاش افريج. يبقى الكرنتس والجهود والتيارات اللي بديفرنت فريكوانسز مش هيساهموا في الافريج بار. دي السلايد اللي جايه هي الكلام اللي هيكون مكتوب هو الكلمتين اللي انا بقولهم دول. وفي حساب الافرج باور كانك حساب الافرج باور كانك انت بتجمع الافرج باور بتاعت كل تردد. طبعا زي ما قلت لكم مش هنوصل لغايه 100 ولا حتى ال 10 ولا حتى ال 8 ولا بتاع، هتلاقينا بنقول لو مساله او حاجه هات لنا اول ثلاثه ولا حاجه. عشان ايه؟ نعم، اول ثلاثه، اول واحده من الثلاثه دول اللي انت عارفها من الاي سي العادي. اول واحده من اللي معروفه من الاي سي العادي، يا مسهل ربنا يسهل وتظهر بالكامل، هما ثلاث ملاحظات كده بيؤدوا بتقوي المعنى اللي احنا قلناه. ملخصهم الكلمتين اللي احنا بنقولهم دول، الكتاب قايلهم في ثلاث حاجات، انا جبتهم من صياغه الكتاب الحقيقه حلوه قوي، بتوضحهم لنا ان الانتر اكشن ما بين الديفرنت فريكونسز مش ما بيساهمش، اللي هو الفريكونسز المتساويه بس. وبعدين في النهايه الفيرست هارمونيك لها باور بيجيبها لوحدها، الثانيه لها باور، الثالثه لها باور، الرابعه لها باور، نجمعهم على بعض ديت الجمله الاخيره عشان نجيب الباور الاجمالي. ودي لها اكزامبل موجود في الكتاب وسهل جدا مباشره ورا الكلام ده على طول. بننتقل لحاجه ثانيه او اخر حاجه نتكلم عنها، ازاي احسب ار ام اس لبريودك فانكشن. احنا عارفين الار ام اس في الساين ويف، ونطلع في الاخر نقسم الماكسيمم على جذر 2 وحاجات زي كده. يعني هتظهر دلوقتي السلايد. اول حاجه عندنا تعريف الار ام اس. تعريف الار ام اس انتوا عارفينه بقى، نربع الداله يجيب لها الانتجريشن عبر البيريود بتاعتها مقسومه على التي يعني، وبعدين نجيب الجذر التربيعي. ودي لها اصل، انتوا عارفين ان هو ده، لقوا ان ده المقدار الذي يعطي نفس التاثير الحراري. ف لو عوضنا عليها باللي احنا حصلنا عليه من فورير، لو الداله اللي قدامنا الاف اوف تي ديت لو متربعه وحطيت ما يناظرها من فورير متربعه برضه، هيطلع عندنا بروبلم شكلها صعب برضه زي اللي فات. بروبلم فيها عدد لا نهائي من الترمات، بنربحها ونجيب انتجريشن ونجيب الجذر التربيعي. فنقول لك لا، اطمئن برضه بنفس الكيفيه، برضه الحاجات اللي ذات التردد المتساوي هت ايه مش 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 هتؤدي الى ار ام اس. الترمز اللي هتعيش فقط هي البرودكت بتاع الدي سي تيرم مع الهارمونيك برودكتس الموجوده عندنا. وهيطلع عندنا فورمه سهله جدا، اخر فورمه خالص اللي هتنكتب عندنا، هي عبارة عن الافريج تربيع، الجذر التربيع جوه بقى الجذر التربيع هيبقى الافريج تربيع زائد الار ام اس بتاع كل واحدة تربيع.
يبقى هتلاقيك عندك الموجة فيها دي سي وفيها هارمونيكس، كل هارمونيك على الجذر التربيعي بتاعها، كل هارمونيك على الجذر التربيعي للهارمونيك ديت، وكلهم تحت الجذر التربيعي الأصلي، نجمعهم على بعض ونجيب الأرمس. تطلع تطبيق سهل جدا، أصله صعب ولكن النتيجة النهائية سهلة في التطبيق. هتظهر دلوقتي النتيجة دي، آخر سلايد موجود عندنا. الأمثلة اللي أنا قلت لكم عليها دي يا ريت تشوفوها إن شاء الله على المحاضرة اللي جاية، وهتكلم معاكم فيها في المحاضرة اللي جاية. في بداية المحاضرة اللي جاية هنتكلم على الأمثلة اللي هي بتاعة حساب الباور وحساب الار ام اس دي بصفة خاصة، الأمثلة اللي موجودة في الكتاب. الموضوع ما فيهوش شيتات، يعني ده مش هيبقى عليه سكاشن. الكلام اللي احنا بنقوله ده هيبقى كافي جدا في انك تحل. ايوه اهي النتيجه اهي عندنا الاخرانيه خالص اللي على اليمين دي. لازم يبقى عندك السنس بتاع قراءه المعادله الرياضيه. الجذر التربيعي الايه؟ الاي في اللي هي الافريج تربيع زائد مجموع الماكسيمز اللي هي الاي ان، الاي كابيتال ان دي تعتبر الماكسيمم بتاع كل هارمونيك مقسوم على الجذر التربيعي. كام لو كانت موجه جاذبيه عاديه؟ الماكسيمم على الجذر التربيعي، الماكسيمم على الجذر التربيعي. سميشن بقى، خد اللي انت عايزه. يبقى الدي سي تربيع زائد الار ام اس بتاعه الموجه الاولى تربيع زائد الار ام اس بتاع الموجه الثانيه تربيع زائد الموجه الثالثه تربيع، العدد اللي انت عايزه، وكل ده تحت الجذر يجيب لك الار ام اس بتاع الداله اللي عندك. يطلع جهد، يطلع تيار ينفع الاثنين، وعشان كده سميناها اف. سميناها اف في الحاله دي. كده وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعتنا. كل سنة طيبين. لو في أي يعني حاجة كده سريعا، عشان قبل ما تروح للدكتور أحمد احنا كده ما اديتكوش يعني وقت كتير. يعني إن شاء الله الدكتور أحمد يعني أكلمه حتى يديكوا فرصة براح كده. شكرا جزيلا، ونعمل ستوبنج للتسجيل ونشوفكم بعد الأجازة إن شاء الله.